السلام عليكم. بمناسبة ديربي مانشستر اليوم سنتعرف على الهدافين التاريخيين لديربي مانشستر، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. بوبي تشارليتون سجل 9 أهداف، الكون أغويرو سجل 9 أهداف في مرمى مانشستر سيتي، فرانسيس لي سجل 10 أهداف في مرمى مانشستر يونايتد، جو هايز سجل 10 أهداف. أما الهدف التاريخي للديربي فهو الفتى الذهبي وين روني، سجل 11 أهدافا في مرمى مانشستر سيتي. هل يستطيع هالاند تحطيم الرقم القياسي لوين روني ليصبح الهداف التاريخي للديربي؟ وما هي